منذ ابتعادنا مع بعض. النادي الاهلي هيبقى على يمينك ونادي اولمبيك البيضاوي على شمالك، واتلعبت كرة اماميه يطلعها على طول حسن الخوطي، رضا عبد العال. وهنشوف النهارده مدرب الاولمبيك عامل ايه مع رضا، ومين اللي ماسكه ورضا هيعمل ايه. واماميه مشير ومعاه نذير، يطلعها مشير اماميه. طبعا هتبقى في عصبيه في البدايه من الفرقتين. النادي الاولمبيك حامل اللقب وهزم من الشباب السعودي وخد المركز الثاني، وبيلعب مع النادي الاهلي ومثل الكره المصريه وسط جماهيره. القلوب ان يفوز النادي الاهلي النهارده ممثل الكره المصريه. واقع ابراهيم صابر، وده احد المفاتيح المهمه اللي حضراتكم شفتوها في الماتشات اللي فاتت، وكان بيلعب في نص ملعب المباريات اللي كان فيها جمال السلامي بره عنده طرد، ورجع تاني جمال ونزل ولعب ابراهيم صابر في مكانه الطبيعي ومفتاح لعب الناحيه الشمال. بتلعب الكره لحسن روان وفاول وضربة حرة مباشرة للأهلي. بتلعب الكرة أمامية فيليكس يريحها، عاوز يريحها رضا، إنما تيتا فاليري اللاعب الروماني هادي جدا إنما عارف واجباته مظبوط لإبراهيم صابر. بيلعبوا كور هما طويلة حضراتكم في المباريات اللي لعبوها، بيلعبوا في أول اللعب بكرات طويلة مرسلة في العمق على الأجناب، وهنشوف إيه بالظبط. توصل الكرة لمحمد بكاري الباك اليمين، وبيهاجموا أسامة عرابي، إنما تطلع عرابي التماس للنادي الأهلي على طول لهادي خشب لحسام حسن. والنهارده مستر هاريس ملعب الاثنين راس حربة فيليكس وحسام، بيتمتعوا بقوة وسرعة وقوة التحام على أساس إن أولمبيك أجسامهم قوية. تتلعب الكرة على طول محمد بيكاري، تتخطف لحسام لرضا، هاتوا خد لحسام عاوز يلعبها، هذه خشبة، هذه خشبة قنبلة، قنبلة على اليمين المقص على طول، ضربة مرمى للنادي الأولمبيك بقنبلة هذه خشبة، وبداية قوية للنادي الأهلي. سعيد الدغاي هنشوفها مرة تانية اهو، قنبلة من بتوع عبد الناصر ورفعت الفناجيلي وطارق سليم والشاذلي، الناس اللي ما شافتش الناس ديت كان بيشوطوا كده. بتلعب الكورة وتروح لحسن روان 17، ياخدها النادي الاهلي واسامه عرابي وجابها الشمال اللي واضح ان هي نشطه هجوميه، تتلعب يطلعها محمد بكر ويلعبها اماميه. شوف حضراتكم بيلعبوا كور طويله لما بيطلعوها، يطلعها محمد يوسف وفاول، ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي، وأول إنذار في المباراة لرقم 18 محمد بكاري. أول إنذار لمحمد بكاري من الحكم الدولي فتحي بوستة. على فكرة حكم ماتش الأهلي والإسماعيلي اللي كان فاينل في استاد اسكندرية 4-3، فتحي بوستة هو اللي في الصورة. هذه المباراة بحزم وضربة حرة مباشرة وإنذار لمحمد بكاري رقم 18 الظهير الأيمن لأولمبيك البيضاوي. شايف أنا رضا عبد العال، وشايف أنا مصطفى أبو الدهب، واضح إن مصطفى هتتصلح له لأن مصطفى واخد وضع التصويب زي ما أنا شايف. ورضا هنشوف، ويشوط مصطفى وضربة مرمى للنادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم الفرقتين فيهم هدافين. مايبين اما وليد فهدفين، ورضا هدف، وايمن هدف، وحسام وعاد عبد الرحمن هدف. يعني الفرقة الفرقتين بيتمتعوا بالهدافين، وهنشوف النهاردة ان شاء الله. وامامية يقطعها محمد القدميري الكابتن بتاعهم، ولعبها طويله رضا عبد العال، ويتشد رضا عبد العال من كيتا فاليري، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. بتلعب على طول حسام لابراهيم لحسام، يا
ويطلع على طول سعيد الضغاي يمسك. يبقى كده واضح ان النادي الاهلي بيلعب كره مباشره وسريعه وتمرير سريع، مفيش ماشي بالكوره على اساس ان هو يقدر يوصل لاكثر طريق لمرمى الضغاي. اماميه ابو الذهب يعدي من ماي بي، حسام بسدر تعدي تروح يروح لمحمد القدميري الكابتن بتاعهم، اهو بيلعبوا كور طويله مرسله من الخلف للامام، محمد يوسف يقطعها لهشام، رضا تروح لهادي كشف حسام، وهادي يفتح اللعبه حلوه لابراهيم، ابراهيم ونزيل يعدي ابراهيم ويتشد لما الحكم يديله فرصته، واخيرا يصفر فتحي بوسيت، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. رضا عبد العال متخصص الضربات الثابته رايح عشان يلعبها، هنشوفها مره ثانيه اهو، شد الجزء من نسيم في اول خمس دقائق تقريبا من الشوط الاول، ولا زالت النتيجه التعادل بالاهداف بين النادي الاهلي ممثل الكره المصريه وبطل كاس مصر واولمبيك البيضاوي ممثل الكره التونسيه. عاليه وحلوه وحلوه مظبوط ابو الذهب، وضربه مرمى هنشوفها مره ثانيه اهو، رفعها رضا بالمقاس وابو الذهب لعبها وهو مغمض، ضربه مرمى ل اولمبيك البيضاوي. ابراهيم صافي ورا لمحمد القدميري، حسن القوطي لمحمد بكاري لتوفيق بلاغه، مفتاح اللعب بتاعهم توفيق بلاغه ناحيه اليمين محمد بكاري اهو، لتوفيق بلاغه لسه بقول هنا معدي توفيق وماشي مع خط المرمى يلعب كره عرضيه، اول ضربه ركنيه. بقول لحضراتكم بيعتمدوا على الكرات الطويله من الخلف للامام بيختصروا التمريره وانطلاق التوفيق بلاغه رقم 15، واول ضربه ركنيه لاولمبيك. لا يخش رقم اثنين جمال السلامي يحط هدف اولمبيك في الدقيقة 8 من الشوط الأول. أما جماهير النادي الأهلي فبالتالي لم تهتز لهذا الهدف المبكر اللي أحرزه جمال السلامي رقم اثنين بعد مضي حوالي 8 دقائق الشوط الاول، وهنشوفه مره ثانيه اهو على يمين اول جمال السلامي الشوط الاول اعظم هدف اللاعب جمال السلامي رقم 1 لاولمبيك 1-0 لا شيء للاهلي، انما لاعبي النادي الاهلي قطعا لسه بدري جدا، وان شاء الله باذن الله نشوف اهداف في مرمى اولمبيك ان شاء الله. وممثل المغرب اولمبيك البيضاوي ممثل المغرب الشقيق شوف مستر هاريس وتوفيق بلاغه والرقابه اللي هتبقى عليه، شايف انا هشام حنفي هو اللي يتصدى لتوفيق بلاغه وضربه حره مباشره ومحمد الخطيب، هنشوف الهدف مره ثانيه اهو داخل على طول جمال السلام مندفع من الخلف الامام رقم 10 نزيل ماي بين رضا عبد العال ابو الذهب ابراهيم حسن السلام يقطع تروح لابو الذهب مره ثانيه هادي خشب فيليكس الهادي تطول من هادي وتروح لمحمد القدميري والتمريرات الطويلة على طول يا اما لماي بين او عبد او بلاغه، انما النادي الاهلي حافظ اهو لعبهم وبدا الكوره في الحيطه اهو رضا عبد العال هادي خشبي ابراهيم حسن فيليكس حلوه لابراهيم حسن ومعاه نزيل لعبها
كان بيلعب هشام حنفي مع حسام عرابي، ورضا عبد العال يلعب الضربه الركنيه ويطلع على طول هشام جول. في المقص الشمال ما يقدرش يعمل فيها حاجه ابدا بعد 10 دقائق من الشوط الاول يتعادل النادي الاهلي بقنبله. ما نقدرش نقول قالك هنشوفها مره ثانيه اهو، يلعبها رضا ويطلعها على طول دفاع اولمبيك ويقابلها الصاعد الواعد يا ياب. الكره ديت مره الخطيب حط كوره ديت برضه في بطوله افريقيه في نفس الزاويه وخدها مباشره، فهشام حنفي بيقلد الخطيب قنبله. 1-1 مره ثانيه وثالثه ورابعه، لانه هدف حلو قوي 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 قوي. الهدف الجميل اللي احرزه هشام حنفي بعد مضي 10 دقائق بعد ما تقدم الاولمبيك البيضاوي المغربي بهدف لجمال السلامي من ضربه ركنيه. هدف هيقلب موازين الامور تماما وخلال الوضع الطبيعي ان شاء الله. 1-1 علي رقم 17 حسن روان، ومركزين على الجبهه اليمين هتتحرك سفينه عن طريق حسن روان وبلاغه، انما تتقطع كوره واخدها محمد يوسف وتروح لتيتا كالاري. تيتا يلعبها لبلاغه وبيجري عليها حسن روان ويلمها ويلعب كوره عرضيه على طول يطلع بردها بدماغه وتوصل الكوره لاسامه، واسامه للصاعد الواعد هشام حنفي اللي بيتقدم لمباراه اخرى ونتمنى له التوفيق لرضا عبد العال لحسام. حسام يلعبها على طول حلوه لهشام، انما يخش صابر ابراهيم صابر الباك الشمالي داخل مغطي يقطعها وتطلع كوره لمايبين. ده من زامبيا على فكره مايبين ده، وشفت حضراتكم المحترفين لهم يد عليا في نادي الشباب وفي الانديه اللي شفتهم حضراتكم معظم المحترفين هم صمام امان او هدافين الفرق اللي جابتهم، يبقى الاختيار صح. 1-1 واولمبيك معاه كوره وبيهجم من الجبهه اليمين، هي نازله مع شايفين وبيجري تيتا فانيرو يلعبها بالعرض، انما شوبير برجله ويطلعها على طول محمد يوسف وتتلعب كوره ونص ملعب الضغط من اولمبيك، انما تتقطع كوره وياخدها رضا عبد العال يلعبها على طول لابراهيم حسن، وابراهيم حسن لهادي خشبه ويلمها ومديله فرصته الحكم ابو سته التونسي، انما تتقطع كوره وياخدها جمال السلامي ترد مره ثانيه وتروح لفيليكس من هادي وماشي فيليكس وياخد فاول. الاولمبيك البيضاوي حضراتكم بيمتد بسرعه جدا وعنده كثافه عدديه في نص الملعب في 30 يارده الاخيره، هنشوف مع بعض بيمتد بسرعه. ادي الكوره بتاعت فيليكس اهو وتلعب الفاول على طول وتروح لحسام ويلمها حسام ويلعبها لفيليكس، وفيليكس عاوز يريحها بره ويريحها لرضا عبد العال. الزاويه بتاعته هشام حنفي والهدف الثاني القاتل. هشام حنفي كان مخبي كل ده فين؟ مخبيه هدفين في منتهى القوه والجمال، وتتريح له الكوره ويخش هشام حنفي بعد مضي تقريبا 14 دقيقه. هشام حنفي بيسطر تاريخ لنفسه بعد 14 دقيقه من الشوط الاول، يحرز الهدف الثاني ليه وللنادي الاهلي وبايه؟ من قنبله. القنبله الاولانيه في الدقيقه 8 تعلن عن لاعب فاز اسمه هشام حنفي، والقنبله الثانيه تعلن عن تاكيد اهو ان في لاعب جديد على حدود ال 30 يارده يغيد اطلاق القذائف اللي احنا من زمان ما شفناش اهو. قذيفه زي قنبله، يبقى 2-1 الزاويه دي بتاعت رضا عبد العال اللي كان دايما يحط فيها اهداف، وانما هشام حنفي بقى انه بادي اقتنص والنهارده بيعلن عن نفسه تماما. هشام حنفي تتلعب كوره لابراهيم نظير يقطع وتروح لتيتا فلاري
في تفلاري لحسن رواد، وبرده متجهين للجبهه اليمين. لازم النادي الاهلي ياخد باله منها على طول، بيدوروا على نظير اهو. النادي الاهلي قفل مظبوط، وهذه خشبه لحسام، واللعبه بتاعتهم على طول اعتقد انها اتعرفت، وانطلاقه مره ثانيه لهشام، ويخش جمال السلامي، وفي كارت من ابو سته، وهنشوف جمال السلامي اللي احرز هدف و فاول وانذار لجمال السلامي. جمال السلامي رقم 2، يبقى في انذارين. تعامل خشونه لاولمبيك البيضاوي المغربي، واحد لمحمد بكاري والثاني لجمال السلامي اللي احرز الهدف الاول. وهشام على الارض، والحكم الدولي فتحي بوسته من تونس الشقيق وقف اللعب لغايه لما النجم الصاعد الواعد صاحب القنابل ارض وارض جو في الهدف الاول اللي احرزه في الدقيقه 10، والهدف الثاني اللي احرزه في الدقيقه 14 من هذا الشوط، بعد ما تقدم اولمبيك بهدف لجمال السلامي. نجح النادي الاهلي زي ما احنا شايفين اهو على الشاشه، الاهلي 2 والاولمبيك 1. الاولمبيك في الربع ساعه اللي اتلعبت مركز على حته واحده بس، الناحيه اليمين توفيق بلاغه رقم 15 مع حسن روان رقم 17، ونجحوا في الاختراق مره واحده، وفي ضربه ركنيه وجا من الهدف. بعد كده النادي الاهلي اعتقد تعليمات مستر هاريس صدرت وتقفل الناحيه الشمال للجبهه الشمال. ابو الذهب صاحب القذائف ايضا، وخصيفه ثالثه ترد من سعيد الدغاي، وتروح مره ثانيه لاسامه عرابي لرضا عبد العال، ورضا عبد العال تطول منه، وهذه خشبه. اخبار كميه قذائف ما شفناهاش من فتره طويله جدا من على حدود منطقه جزاء الخصم، انما النهارده النادي الاهلي عن طريق هذه خشبه وابو الذهب وهشام حنفي، ولسه رضا عبد العال بيسخن لهم، النهارده بيطلقوا القذائف واحرز النادي الاهلي هدفين. 16 دقيقه تقريبا، والاهلي نجح انه يتقدم بهدفين مقابل هدف، بعد ان كان اولمبيك البيضاوي متقدم بهدف في الدقيقه 8 لجمال السلامي. بتلعب الكوره لنزيل، والراجل ده سريع وراه مشير، ولعبها ناحيه اليمين، انما كان بلاغه قاعد في الارض تابعها حسن روان، ولعبها يصدها شوبير، ويلعبها تطلع كوره ضربه مرمى للنادي الاهلي. كان طالع هشام اهو زي ما حضراتكم شايفين، ونازل بيستاذن من الفاول اهو هشام حنفي اللي اسعد الجماهير الكبيره في استاد القاهره، واعتقد الجماهير المصريه كلها، وبالهدفين الجميلين اللي حاول بيهم سير المباراه. في لاعب من النادي الاهلي واقع على الارض، ابراهيم حسن، وان شاء الله يقوم سليم. لاول مره حضراتكم شفتم العلم اصفر ده، العلم بينزل مع الحكام والفرق، أول مرة في مصر عالم اللعب النظيف، وعملوا مجهود كبير كابتن مصطفى كامل إن هو يجيبه من الفيفا، وكانت ظاهرة طيبة جدا. لاينز مان خلف البقعاوي الصعودي رافع رايته بينادي الحكم فتحي بوستة، يبدو إن في حاجة. رجع بظهره عشان خاطر بيقول له على يبدو إن في احتكاكات، وهنشوف قرار ابو سته ايه. في كارت حط ايده في جيبه، كان بيدور احمر، كارت احمر ل 18 محمد بكاري اللي كان واخد انذار، محمد بكاري اهو اللي كان واخد انذار في بدايه المباراه، يبدو ان خلف البقعاوي السعوديه شافوا عمل حاجه، فنادى فتحي بوسته الحكم الدولي من تونس، وبدا وعلى طول طلع الكارت الاحمر. طبعا قرار الحكم هيبقى نهائي، ومحمد بكاري الباك اليمين يخسروا اولمبيك البيضاوي، وهيلعب اولمبيك البيضاوي ناقص واحد بعد ودي ثلث ساعة تقريبا من الشوط الأول. الأهلي متقدم 2-1، والأولمبيك
خسر محمد بكاري طرد. الحكم حسم الامور بسرعة. انما ايه المباراة بادية بداية عكس المتوقع، ثم نجح هشام حنبي في انه يحرز هدفين من زمان قوي الصراحة، من الستينيات ما شفناش القنابل، قنابل يعني، منها قنبلة كانت بتاعت الخطيب شفناها في مباراة او في مرمى السويس مرة، كرة اتردت له وخدها على الطاير. انما هشام حنبي النهاردة لا شك اعلن عن نفسه تماما في الدقيقة 10 والدقيقة 14 انه صاعد واعد، نتمنى له كل التوفيق كلاعب خط وسط مجتهد. الاهلي جايب 6 جوان في الدورة، هيبقوا 8 لغاية دلوقتي وربنا يزيد ان شاء الله. والفائز زي ما قلت لحضراتكم من هذا اللقاء هيلعب مع نادي الشباب السعودي اللي أدى مباريات طيبة جدا، ونجح الشباب السعودي نقول له مبروك على الصدارة، إنما نجح فعلا بفضل الثلاثي بتاعه الدودي وأنور إن هما يلفتوا الأنظار بشدة. يلعبوا كرة حديثة ويلفتوا الأنظار إلى الكرة الآسيوية اللي بدأت السعودية فعلا تتصدرها ومستقبل كبير جدا، ولفتت الأنظار في القاهرة هنا، وإن شاء الله نشوف نهائي كويس جدا. طالع أهو توفيق محمد بكاري، وهنساند مع بعض بضربة ركنية لأولمبيك بتلعب عالية ونفس اللعبة، إنما المبادئ سمير يطلع ويلعبها بالبوكس، يلمها رضا عبد العال، يخش على طول حسن القوطي ويلعبها اماميه، يرجعها محمد يوسف، محمد يوسف مره ثانيه بدماغه لحسام، حسام عربي يلمها اسامه ويديها لرضا عبد العال، حسام عربي اماميه لهشام، انما رجع تيتا فالاري عشان ياخد الجنب اليمين مكان محمد بكاري اللي اطرد منذ لحظات، وهيبقى خط الظهر اهو رجع اهو تيتا فالاري، وده لعيب كويس نص الملعب هيفقده الاولمبيك، دي فرصه كويسه للنادي الاهلي. هيبقى تيتا فالاري رقم 4 الروماني بيلعب باك يمين، وتتلعب الكوره لابراهيم صابر، يقابله ابراهيم حسن، وتوصل الكوره لنزيل، ويجب كل الحذر لان الاولمبيك ما عندوش حاجه يبكي عليها، فبيهاجم زي ما حضراتكم شايفين اهو، والهجمات الممتده للاهلي هنشوف هيبقى فيها ايه. وادي تيتا فالاري ويلعبها برده ناحيه اليمين، وتتلعب كره عرضيه، نفس اللعبه اللي بيلعبها على طول وبيجدها الاولمبيك البيضاوي من الجبهه اليمين، وكرات عرضيه بتبدا من الخلف للامام ناحيه اليمين، ثم انطلاقات من ناحيه اليمين وكرات عرضيه. ابراهيم حسن هادي خشب، رضا عبد العال، هشام حنفي، هشام عرابي، رضا عبد العال، هادي خشبه، رضا عبد العال، هشام عرابي يلعب على طول هشام، هادي لرضا، مشير حنفي، ابراهيم حسن عكسيه باتجاه حسام، انما يطلع سعيد الدغاي يمسك، سعيد الدغاي امامي تتقطع وياخذها حسن روان بلاغه، وبلاغه لابراهيم صابر، انما ابراهيم حسن يخش ويطلع الكوره ضربه ركنيه، ضربه ركنيه للاولمبيك البيضاوي، وهيلعبها رقم 17 حسن روان. تقريبا 25 دقيقه من الشوط الثاني، الشوط الاول والاهلي واحد،
والاولمبيك لا شيء، الاهلي 2 والاولمبيك 1، والمباراه ممتعه جدا جدا من فريقين، والنادي الاهلي عامل مباراه جميله والاولمبيك مش ساكت ورمي التماس للاولمبيك البيضاوي. ماي بين ده من زامبيا على فكره، يعدي وضربه مرمى للنادي الاهلي. هدي شويه النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم ان الاولمبيك ما عندوش حاجه يبكي عليها، فبيهاجم بخطوطه ويصلح من خطوطه بعد طرد محمد بكاري. رجع تيتا فاليري رقم 4 الروماني يلعب باك يمين، ورجع نظير رقم 10 يلعب في نص الملعب، وبيهاجم بمايبين رقم 14 وبينطلق مع توفيق بلاغه في النص. ده التعديل اللي حصل اهو بعد لما طرد لاعب محمد بكاري، وبيكمل معاهم حسن روان من خط الوسط 17 و14 و15، وضربه حره غير مباشره على فينيكس اللي ماسك فراوده النادي الاهلي، دحام القيدات من الاردن الشقيق، واللي ماسك فراوده الاولمبيك البيضاوي خلف البقعاوي من السعوديه الشقيق. حسن روان لعيب كويس، حسن روان رمي التماس لنادي اولمبيك البيضاوي. ابراهيم صابر، حسن روان بره الملعب من مشير. ابراهيم صابر ماي بي ياخدها محمد يوسف ويديها الهادي لرضا عبد العالي في مساحه فاضيه، في مساحه فاضيه انما مشي وتقطع واخدها جمال السلامي، يقطعها ابو الدهب وترجع له مره ثانيه من هشام حنفي. مشير ابو الدهب هادي خشبي عمل مباريات كويسه جدا الدوره ديت، هادي ورجع للمستوى ماشي هادي، وياخد فاول من نزير. عاوز اقول لحضراتكم نزير المهاجم بتاعهم رجع في نص الملعب، ومايبين بس هو لوحده، وبينطلق معاه من نص وفي بلاغه ونزير وحسن روان. ضربه مرمى لاولمبيك البيضاوي. على فكره اولمبيك البيضاوي صعد درجه اولى سنه 86 وفاز 3 مرات بكاس لتونس، وفاز بالدوري مره واحده بس، وفاز بكاس البطوله العربيه الابطال 3 مرات، وهو جاي هنا وهو حامل اللقب الموسم الماضي. النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين بيلعب لاول مره او بيشترك لاول مره في هذه البطوله. تتلعب الكوره وتروح لمحمد القدمير، تيتا تتلعب اماميه لبلاغه وتيتا، هما الاثنين مع بعض 15 و4 بره الملعب اول من محمد يوسف رامي التماس لاولمبيك البيضاوي. الحته دي هما متميزين فيها في الجنب الشمال، هنشوف مستر هاريس ايه الحته الشمال دي لغايه دلوقتي هما مركزين فيها من ناحيه الهجوميه من بدايه المباراه. رامي التماس للنادي الاهلي. هشام الدوره دي افادت النادي الاهلي تماما في انه يشوف لاعبته واللعيبه البدلاء واللعيبه الصاعدين، يعني افادته تماما تماما. فيليكس لابراهيم ومعاه صابر، والاثنين بيتميزها بالقوه، ياخدها صابر ورجعها لسعيد دغاي، ياخدها مره ثانيه حسن القوطي لصابر، انما ابراهيم مقفل ويجي لحسام، وحسام عكسيه على طول لاسامه، واسامه ممكن يطلق قذيفه وحلوه حلوه حلوه حلوه. النهارده يوم القذائف، اسامه عرابي اطلق قذيفه برضه، هنشوفها مره ثانيه ايه الزاويه دي، زاويه الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي، الزاويه اليمين دي على طول. ضربه مرمى تتلعب، تيتا يعدي ويلعبها لحسن روان، حسن روان بالعرض لجمال ورا لتيتا، ماشي تيتا فاليري، محمد قدميري لحسن القوطي لجمال،
ابراهيم صابر ويعكسوا كرة امامية عالية مش لحد ابدا تروح لاحمد شوبي. احمد شوبير تقريبا نص ساعة من زمن الشوط الاول ونتيجة تقدم النادي الاهلي بهدفين جمال جدا مقابل هدف لاولمبيك وكرة عرضية يقطعها محمد القطميري وامامية على طول لمايبين ياخدها جمال السلامي ويعكس على طول زي ما حضراتكم شايفين اهو لبلاغة انما تعدي الكرة من توفيق بلاغة ويتابعها وتطلع كرة بره الملعب اوت من هشام النهارده احرز هدفين وماسك الهداف بتاعهم اللي هو هشام حنفي احرز هدفين وماسك الهداف بتاعهم تعبوا قوي توفيق بلاغة ورا لمحمد القطميري لحسن القوطي ابراهيم صابر نزير حسن روان واماميه يقطعها ابو الدهب لابراهيم وفاول على ابراهيم صابر ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. نادي اولمبيك البيضاوي رصيده 42 نقطه في الدوري العام في المغرب ومتساوي مع الوداد البيضاوي ونادي المقدسي في رصيد النقط ومتقدم عليهم في الاهداف وهو الاول لغدوة. هما بيلعبوا في الاسبوع رقم 22. هنشوف اللعبه مره ثانيه اهو. ضربه حره مباشره للاولمبيك البيضاوي. صابر وعكسيه وشوبير وبالبوكس المبادئ اهو كويس جدا تروح لاسامه عرابي. اسامه لابراهيم لحسام حسن القوطي ياخدها حسن القوطي لحسن روان لبلاغه جابها لبلاغه ماشي ماشي بلاغه وماشي بلاغه ويشوف قنبله قنبله محمد بلاغه توفيق بلاغه يشوف قنبله يتعادل اولمبيك بعد مضي تقريبا 32 دقيقه يتعادل اولمبيك البيضاوي بقصيفه برضه لتوفيق بلاغه 2-2 2-2 وتصبح النتيجه 2-2 لسه المباراه فيها كتير جدا وتوفيق بلاغه اهو مفتاح اللعب بتاعهم مشى وعدى واطلق قذيفه يبقى المباراه النهارده فيها اربع اهداف لغايه دلوقتي ومستوى عالي جدا من الفريقين ولسه بنلعب في دقيقه 32 ولسه في كلام كتير جدا نقدر نقوله ويقدر النادي الاهلي يسطره النهارده ان شاء الله. واقع توفيق بلاغه على الارض ولسه بيتعالج. 2-2 اهو بعد مضي 33 دقيقه انما نقدر نقول ان الدور اللي قبل النهائي اللي اتلعب الشباب السعودي مع المرسى كانت مباراه كبيره جدا فيها اثاره والنهارده بعد 32 دقيقه ما بين النادي الاهلي بطل مصر واولمبيك بطل كاس المغرب و2-2 وشفنا اربع اهداف وشفنا في خطط لعب اولمبيك المغربي معتمد تماما على الجبهه اليمين اللي فيها توفيق بلاغه وبيتقدم معاه تيتا فالاري وبيحوله حسن روان ومن ساعه ما بيلعبوا هم معتمدين على هذه الناحيه اللي متقدم فيها قوي توفيق بلاغه. النادي الاهلي اعتمد على الناحيه الشمال والقذائف من على حدود المنطقه ونجح الى حد كبير جدا ان هو فعلا اول خمس دقائق يسيطر وبعد لما احرز الهدف البيضاوي فيه سيطره واحرز هدفين ثم زي ما قلت لحضراتكم ان الاولمبيك ما عندوش حاجه يبكي عليها فهاجم بكل خطوطه زي ما حضراتكم شايفين الى ان احرز هدف التعادل في الدقيقه 32 لتوفيق بلاغه. ياخدها تيتا فالاري ويعكس كوره لنزيل يلمها نزيل ويلعبها عاليه ضربه مرمى لنادي الاهلي. نزير اهو ليه هدف في هذه الدوره وكانه اختير في افضل لاعب في احد المباريات في الدور التمهيدي او في الدور الاول وبيلعب في منتخب الشباب المغربي.
ابراهيم حسن. ادي خشبه لابراهيم مره ثانيه، ومعاه صابر يلعبها بالعرض لحسام. حسام حسام ومحمد القدميري يرجعها لابراهيم، ابراهيم يلعبها يرجعها صابر، يروح مره ثانيه لحسام، وتصميم على الكره من الكرتين ياخدها نزيه اللي راجع يساعد ورا ويلعبها تروح لمحمد يوسف. حسام عرابي ابو الدهب مشير. هادي خشبه ابراهيم حسن يلف كره عرضيه يطلعها محمد القدميري، وصابر يكمل عليها، يخش نزير يلعبها اماميه في اتجاه ناحيه اليمين زي ما حضراتكم شايفين لنزير، انما هشام يقطع تروح لتيتا فالاري للقدميري يلعبها اماميه هشام حنفي. ابو الدهب لرضا. مشير حنفي. يقطعها نزير لحسن روان. رمي التماس لاولمبيك البيضاوي. ابراهيم صابر. حسن روان يطلعها هذه خشبه بره الملعب اوت. تقريبا داخلين على الدقيقه 37 من الشوط الاول، واصبحت النتيجه تعادل الاهلي واولمبيك البيضاوي 2-2. ابراهيم صابر، هشام عرابي، محمد القدميري بيلعب كوره على طول طويله من الخلف الامام في المساحات الفاضيه، تطلع كوره بره الملعب اول رمي التماس للنادي الاهلي. نزيل الكسوره لعيب سريع، ولما اطرد محمد بكاري الباك اليمين رجع في نص الملعب واصبح بايبين رقم 14 مهاجم لوحده بينطلق مع حسن روان خط النص وتوفيق بلاغه من ناحيه اليمين، ومعاهم نزير لما الكره تكون معاهم، لما تطلق الكره زي ما حضراتكم شايفين كده بيرجعوا في نص ملعبهم ويقفلهم في مساحات قريبه بينهم وبين وعندهم قوه التحام، وهي تتلعب اماميه وفي رايه وفي ستاره ضربه حره غير مباشره لاولمبيك البيضاوي. لما النادي الاهلي لعب بسرعه اول ربع ساعه نجح في ان هو فعلا يخترق ويعدي، ولان خطوطهم متقاربه لما الكره بيفقدوها بيرجعوا وبيقفلوا خط الدار مع خط الوسط ويلعبوا كور طويله زي ما حضراتكم شايفين. محمد يوسف اماميه لحسام، انما ماسكه حسن القوطي رقم خمسه، يلعبها حسن لمحمد القدميري لابراهيم صابر، وعلى طول الكور الطويله على طول، انما يقطع هشام لاسامه لهشام ياخدها ماي بي، وفي رايه وفي صفاره جهاز الكره لاولمبيك البيضاوي. هنشوفها مره ثانيه اهو اللعبه اللي مسافرين عليها، رايه وصفاره اهو ضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي. مشير لفيليكس وفاول على صابر ابراهيم صابر، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. رضا عبد العال ومحمود ابو الذهب، مسافه كبيره انما هل محمود هيشوط؟ محمود ابو الذهب وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. مدير هشام لعبها عكسيه وعاليه لحسام عاوز يريحها لابراهيم، انما يخش ابراهيم صابر وينقذ هدف اكيد اكيد من على رجل ابراهيم حسن، لعبها هو واخوه حسام وهجمه لاولمبيك. تيتا ماشي، تيتا فالاري لعبها بالعرض، اللعبه الوحيده بتاعتهم من صنع، اللعبه الوحيده زحف زي ما احنا بنقول من الجنب اليمين وكرات عرضيه للمتابع من خط النص. هشام ابو الذهب مشير فيليكس
للنادي الاهلي. داخلين تقريبا على الدقيقه الـ40 من الشوط الاول، ولا زالت النتيجه تعادل الاهلي واولمبيك البيضاوي المغربي 2-2. عادي خشبه، رضا عبد العال، محمد يوسف، وسام عرابي، كل الاولمبيك البيضاوي رجع في نص ملعبه ومقفلين خطوطهم وبيهاجموا ازدواج، واحد بيهاجم واحد بيغطي. حسام ومعاه القوطي بيلعبها لعرابي، يطلعها على طول محمد قدمين. هشام بيلعبها لنفسه حلو وعاوز يجرب حظه، لعبها لاسام عرابي اللي كان متاخر، انما حسام عرابي عمل مجهود كبير جدا وجاب منها ضربه ركنيه قبضت في سيدا فالاري. لما رجع سيدا فالاري خط الظهر باك عمل شغل والله، وبان انه هو برضه لعيب حافظ مكانه، ده برضه محترف من رومانيا. لما اتطرد محمد فكر ضربه ركنيه للنادي الاهلي ورضا عبد العال، لعب على اول قائم انما يطلعها على طول نزير بره الملعب اوت. رامي التماس للنادي الاهلي، هشام حنفي، فيليكس، وسام عرابي، عرضيه وحلوه وعدت وبيتابعها ابراهيم، يلعبها عكسيه مره ثانيه يطلعها على طول صابر ويتابعها ابراهيم، انما توصل الكوره لحسن روان. ماشي حسن ومعاه هادي خشبه، يطلعها هادي خشبه بره الملعب اوت. رامي التماس لاولمبيك البيضاوي، ابراهيم صابر مشير، يقطع تخبط في ابراهيم وتبقى رامي التماس مره ثانيه لاولمبيك. ابراهيم صابر لعبها اماميه وفي فاول على حسن روان، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ابو الدهب يلعبها اماميه متسرع فيها، يقطعها جمال السلامي بدماغه وتوصل لتوفيق بلاغه، بيمول ان هو يشوط ويعدي ويلعبها بالعرض، يقطعها محمد يوسف ويديها لاسامه عرابي، وانقباض قوي من جمال السلامي وفاول، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. بانت لعبته توفيق بلاغه بيعمل ان هو هيشوط ويعدي كل مره لغايه لما يفتح زاويه بالنسبه له. توفيق بلاغه رقم 15، اسام عرابي، فيليكس، ابراهيم حسن، يلعبها هات وخد مع هادي خشبه، غير رايه هادي خشبه ورا لمشير، ابو الدهب، هادي خشبه، رضا عبد العال، ابراهيم حسن، يلعبها حلوه قوي قوي لهادي خشبه، وممكن الكره دي ممكن تعمل حاجه، انما لسه جوه الملعب، يطلعها على طول تيتا فالاري، عامل مجهود كبير جدا وناجح ان هو يتصدى لاسام عرابي وهشام في الجبل هناك ويقوم كمان بواجبه الهجومي لما الكره تبقى معاه. تيتا فالاري وضربه ركنيه، وعلى ساعة تانية حوالي 44 دقيقة من زمن الشوط الأول، والأهلي 2 وأولمبيك البيضاوي 2 ورضا عبد العال، وضربة ركنية للنادي الأهلي. عالية وطلع سعيد من جونه ولعبها بالبوكس وممكن والجون فاضي، يلعبها على طول هذه خشبة بره، ضربة مرمى لأولمبيك البيضاوي. طبعا سعيد دغاي وقع على الأرض من الكرة اللي فاتت اللي خبط في محمد يوسف، وإن شاء الله يوم سليم. انما المباراه ال 44 دقيقه اللي اتلعبت نقدر نقول ان اللقاء فعلا قوي جدا بين الفرقتين، وده يدي البطوله قوه. مش معنى ان اولمبيك احرز هدفين مباراه النادي الاهلي ان ابدا، بالعكس ده يعطي ان في بطوله قويه جدا، وان النادي الاهلي بيقابل ند قوي، وان بيقول على ان العربيه والدورات النهارده اهو. اللقاء الاول ما بين الشباب والمرسى كان ممتع للجماهير، وشفنا هدفين واهداف وكره حديثه من الشباب السعودي، والنهارده اهو في 44 دقيقه وبنشوف فرقتين حتى الان ما بيبخلوش بالوقت، وفي خطط لعب في الملعب وفي لعب مبذول وخطط مبذوله وتصويب، واربع اهداف حتى في 44 دقيقه. وان شاء الله ما بين لاكوش وما بين وما بين نص عندي حق. you
الفائز من هذا اللقاء هيقابل واحد بس اللي انتهى تقريبا الوقت الاصلي للشوط الاول وهنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع والاهلي 2 واولمبيك البيضاوي 2 محمد القضميري وامامي رضا عبد العال تيتا بلاغه يخش مره ثانيه تيتا بلاري يلعبها اماميه محمود ابو الذهب هادي خشبه يلعبها لابراهيم وحاط له نذير عشان يقابله وبعديه صابر برضه عشان يقابله يعني المدرب الخلفي مدرب الفريق اولمبيك بيضاوي يبدو ان هو حفظ تماما تحركات النادي الاهلي لان حضراتكم شفتم هتلاقي في رقابه على رضا عبد العال وفي رقابه على ابراهيم حسن وضغطين من ناحيه اليمين من ناحيه اللي هي الشمال جابت النادي الاهلي اللي بيهاجم منها دايما وهي محور النشاط بتاعه مهاجمين عن طريقها على اساس ان هو يضغط على النادي الاهلي من الجبهه الشمال. هشام ابراهيم وحلوه لهشام هشام وصابر وضربه حره مباشره نلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع اهو وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. رضا عبد العال وكل النادي الاهلي قدام وكل الاولمبيك البيضاوي داخل منطقه جزائه ورضا عبد العال وعلي وحلو قوي انما يطلع محمد القضميري عامل ماتش كويس قوي الكابتن بتاعهم وصابر اللي بيضم للداخل عشان يساعد ظهيري الوسط يطلع الكوره بره الملعب انما كانت كوره جميله جدا من رضا عبد العال ونجح القضميري ان هو يقتنصها قبل لاعبي النادي الاهلي رمي التماس للنادي الاهلي اللي ضاغط لعب على طول وادي صابر تعدي تحت رجله وعلى طول القضميري يطلع كره اماميه وثلاث دقائق تقريبا وقت بدل ضائع ولا زالت النتيجه التعادل 2-2 اسامه ابراهيم لاسامه ابو الذهب كل الاولمبيك ورا وكل واحد بيلعبوا دفاع منطقه ورجل لرجل في نص ملعبهم لما بتقضي الكوره ورمي التماس اتلعب على طول هشام ورا لمحمد يوسف تعدي الكوره وهشام ويلم الكوره وماشي هشام ماشي هشام وماشي هشام يرجعها ورا لهادي انما تطلع الكوره بره الملعب من جمال سلامي ضغط من النادي الاهلي ودفاع مستميت من اولمبيك البيضاوي وبنلعب في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع ورمي تماس للنادي الاهلي. تروح لقضميري ورجليه جامدة زي ما حضراتكم شايفين بيلعب كور من الخلف للأمام أهو بيلعب دقيقة 49 وأبو الدهب برضه رجليه زيه بالظبط وحسام إنما صابر أحد نجوم الدفاع يلعبها بدماغه أدي خشبة لهشام بيصلحها لنفسه إنما برضه صابر لفيليكس لرضا ويخش معاه تيتا يلعبها وتروح لاسامه يلعبها عكسيه مين متابع؟ مفيش متابع غير سعيد الضغط اعصاب متوتره طبعا ويمسك الكوره سعيد الضغط ستاشر محمد القضميري واللعب بتاعته على طول يلعبها اماميه اهو لبلاغه على طول اتحفظت اللعبه بتاعتهم يقطعها مشير ويديها لاسامه عرابي وأسامة عرابي ماشي من ناحية الشمال يلمها أسامة
يلعبها لرضا عبد العال وماشي رضا يلعبها على طول لهادي خشبه وهادي خشبه ماشي ماشي هادي خشبه يلعبها لهشام وهشام يلمها ويرقص مرتين ثلاثه ويلعب كوره جامده انما يمسكها سعيد الضغاي سعيد الضغاي يمسك نلعب في الدقيقه الخامسه هنشوفها مره ثانيه اهو يلعبها يمسكها على طول سعيد الضغاي اماميه بره الملعب اول رمي التماس الاولمبي خمس دقائق تقريبا من الوقت اللي بدا الظاهر ان اللعب فعلا وقف اكتر من مره لما جه طرد محمد بكاري ولما كان في اكتر من اصابه اهو زي ما احنا شايفين على الشاشه تيتا فالاري اللي قام بمجهود كبير جدا على فكره يمكن محمد بكاري يكون ممكن يستخدمه احسن انما تيتا موفق جدا لغايه دلوقتي في المركز الباك اليمين وصابر يقطع ويخش فيليكس انما جمال السلامي واخيرا يصفر حكم الدولي التونسي فتحي بوسته بانتهاء الشوط الاول بتعادل الاهلي والاولمبيك البيضاوي بهدفين لكل منهم. احداث الشوط الثاني من اللقاء المثير بين النادي الاهلي المصري ونادي اولمبيك البيضاوي المغربي اللي انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. المباراة جاءت على عكس متوقع من قوة في الأداء أربع أهداف فرقة بتتقدم اتقدمت أولمبيك البيضاوي في الدقيقة 8 بالهدف لجمال السلامي نجح الصاعد هشام حنفي في إضافة هدفين في الدقيقة 10-14 ثم نجح توفيق بلاغة في الدقيقة 32 يحرز هدف التعادل. المباراة قوية جدا ورغم ان الاولمبيك بيلعب 10 لعيبة انما نجح في انه يعيد توازنه مرة تانية بعبد الكريم نزيل رجع في نص الملعب وتيتا فالاري لاعب خط النص لاعب باك يمين مكان محمد بكاري اللي طرد وعملوا توازن دفاعي وهجومي على اساس ان مايبين بيفضل قدام وينطلق عبد الكريم نزير او توفيق بلاغه او حسن روان حسب الكوره وهي فين وادائهم واحد الجبهه اليمين نشطه هجوميا ولما بيفقدوا الكوره بيرجعوا في نص ملعبهم وانقضاض قوي ولما بيقطعوا كوره على طول بيضربوا خط وسط النادي الاهلي بتمريره طويله بيعملها محمد القدميري او بيهجمهم ناحيه اليمين. هنشوف مستر هارس في الشوط الثاني وتعليماته بالنسبه للاعبي النادي الاهلي وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي بانه ينهي المباراه النهارده لصالحه باذن الله ويمتع جماهيره والكره المصريه ويصل الى النهائي ان شاء الله. نظبط ساعتنا مع بعض ونادي اولمبيك البيضاوي هو اللي هيلعب ضربه البدايه واتلعبت فعلا وكالعاده كره طويله لنزير ما حصلش تغيير في كلا الفريقين وتتلعب الكره على طول لهادي خشبه هشام ابراهيم اماميه لهشام حنفي رمي التماس اهو النتيجه 2-2 ورمي التماس للاولمبيك اثنين جمال السلامي ورا خمسه الحسن القوطي والتمريره الاماميه اللي بنقول عليها اهو لنزير تخبط في رجل نزير وتروح لاحمد شوبير على طول لمحمد يوسف لاسامه عرابي ونجمهم تيتا فاليري اللي قلب الموازين تماما بيلعب باك يمين وبيساعد خط الهجوم ونجح ان هو يصد العجز في طرد محمد بكاري الباك اليمين تيتا فاليري رقم اربعة 13 مشير حنفي يقطعها صابر قبل حسام انما هشام يقطعها وتروح لحسام وماشي حسام هادي محمد يوسف وسام عرابي فيليكس يلمها فيليكس يلعبها لمحمد يوسف ومحمد يوسف يلعبها عرضيه وعاليه انما لسه جوه الملعب صابر على طول ينظف منطقه جزائه باتجاه مشير لابراهيم رمي التماس للنادي الاهلي هشام لابراهيم وتتلعب الكوره وفي رايه وفي صفاره على حسام حسن
سعيد الدغاي يسيبها لمحمد القدميري، ومحمد القدميري يسيبها لسعيد الدغاي حارس المرمى عشان يلعب الضربه الحره الغير مباشره. سعيد اماميه في اتجاه نزير وابراهيم، ابراهيم على طول بدماغه وجمال ياخدها هشام وأسامة عرابي ويلعبها على طول لابراهيم، انما خلف البقعاوي رافع الراية ضربة حرة غير مباشرة لأولمبيك البيضاوي. هنشوف زي ما قلت لحضراتكم تعليمات مستر هاريس ازاي هيسد الجبهة اليمين اللي فيها توفيق بلاغة مع تيتا فاليري، الجبهة النشطة هجوميا ونشطة دفاعيا ايضا عن طريق تيتا فاليري. و هنشوف برضو الخلفي مدرب الاولمبيك وتعليماته، هل هيستمر على نفس الوتيره هي الكرات الطويله المرسله من الخلف الامام والتركيز على الناحيه اليمين، ده اللي هنشوفه. وماشي حسن يلعبها لبلاغه، توفيق لتيتا اهو المربع او المثلث بتاعهم يلعبها على طول اماميه ورمي التماس للنادي الاهلي بتتلعب على طول لاحمد شوبير. شوبير أمامية فيليكس والقوطي يلعبها القوطي لجمال، هشام يقطعها توفيق بلاغة، وشايف أنا توفيق بلاغة في الشوط الثاني دخل في النص هو معاه الكورة، وحسن روان هو اللي بيروح مكانه ناحية اليمين واتلعبت على طول لمايبين، مايبين ماشي، مايبين ماشي، و هنشوف قرار الحكم ضربه ركنيه لاولمبيك البيضاوي. هل توفيق بلاغه هيخش في النص؟ وشايف انا حسن رقم 17 حسن روان هو اللي واخد الجنب اليمين او اللعبه اللي فاتت هي اللي حطت نفسها كده، ده اللي هنشوفه مع مجريات اللعب. هو المدرب بتاعهم الخلفي اهو، وضربه ركنيه او ضربه ركنيه في الشوط الثاني لاولمبيك البيضاوي. حسن على طول عالية وطالع شوبير وبالبوكس ترد الكورة لتيتا، وتيتا على طول لحسن القوطي اللي متقدم تخبط وترد له مرة تانية من أبو الدهب، القوطي ورا لتيتا فلاري، تيتا فلاري عرضية أمامية تروح له مرة تانية أبو الدهب يسيبها لمحمد يوسف، عبد العال، محمود ابو الدهب، حسام هادي خشبه يعدي انما نزير يقطع وتروح للقدميري، القدميري لنزير على طول لمايبين، تتلعبوا سياره من مشير انما مغطي محمود ابو الدهب وتتخطف مره ثانيه مايبين، والتحام قوي لبلاغه توصل له انما رضا عبد العال يقطع وبلاغه يخش مره ثانيه، وفي صفاره فاول على توفيق بلاغه، جسمه قوي والتحامه قوي وسريع ولعيب كويس جدا رقم 15 توفيق بلاغه. حسام عرابي لفيليكس، لهشام لفيليكس، حسن القوطي يروح لاسامه يعدي اسامه ويقطعها في كافالاري وياخدها مره ثانيه وماشي. تتلعب الكوره من جمال لتوفيق لجمال مره ثانيه انما يقطع هشام، عامل مجهود كبير قوي الصراحه هشام حنفي دفاع وهجوم، وحوالي 7 دقائق من زمن الشوط الثاني ولا زالت النتيجه التعادل التعادل 2-2 بين الاهلي واولمبيك البيضاوي، وهدف للنادي الاهلي وبيجري هشام انما غير رايه ويلعبها على طول لهادي، وهادي لاسامه يطح على طول محمد القدميري لتيتا فالاري يطلعوها اماميه على طول زي ما حضرتك شايفين، ابو الدهب لابراهيم، ابراهيم اماميه لاخوه حسام على صدره بيريحها وممكن انما تروح لحسام في رايه من خلف البقعاوي، ما لبستش الكوره اللي فاتت ديت برجل الهادي، هو
اهو هنشوفها مره ثانيه ما لبستش، طلعت ضعيفه ودي رايه مرفوعه، ضربه حره غير مباشره على سام حسن. توفيق بلاغه ومحمد يوسف ياخدها محمد ويديها لرضا، ورضا لاسامه، اسامه يلعبها يقطعها حسن القوطي ويلعبها اماميه اهو في اتجاه النزير. وبدا ملامح الشوط الثاني، رموا نزير على ابراهيم حسن. حضراتكم لما تشوفوا دلوقتي بدل ما كانوا بيدوا البلاغه في الشوط الاول ناحيه اليمين، بدا نزير هو اللي بيجري ناحيه الشمال، وهنشوفها لما الكره تبقى معاهم. وماشي فيليكس وياخدها منه صابر وتروح لنزير ومعاه ابراهيم، ورمي التماس للنادي الاهلي. بدا فريق اولمبيك يغير من هجومه على جبهه شمال على ابراهيم اللي كان طالع قدام وقايم بواجباته الهجوميه عشان يوقف ابراهيم حسن عن قيامه بواجباته الهجوميه. هنشوف مع بعض اهو ماشي حسن وبيلم الكوره، انما الضغط وبدا النادي الاهلي يضغط اهو في نص الملعب ويخطف الكوره وتروح لهشام، وهشام لابراهيم، انما يخش صابر وتخبط الكوره في ابراهيم، وفي لانزمان رافع رامي التماس لاولمبيك البيضاوي. مباراه اعصاب، واللي هيملك اعصابه في هذا اللقاء هيبقى هو ليه اليد العليا. مباراه اعصاب، الفرقتين كويسين، وزي ما قلت لحضراتكم قبل المباراه ان في خطط لعب وفي تصميم من فرقتين. الاولمبيك البيضاوي بيحاول ان هو يدافع عن لقبه، والنادي الاهلي بيحاول انه يضيف لقب جديد بالنسبه له ان شاء الله. رضا عبد العال، فيليكس ورايا وصفاره، ضربه حره غير مباشره على هشام، وبدا خط ظهر اولمبيك البيضاوي ينصب مسار التسلل، ودي سلاح ذو حدين. وهنشوف محمد القدميري تمريراته من الخلف الامام مظبوطه، لعب على طول لجمال السلام لصابر، وصابر يسقطها داخل المنطقه، انما على طول احمد شوبير يمسك بايده على طول لرضا عبد العال. والنادي الاهلي لو رتم المباراه بقى اسرع شويه ممكن جدا، لان التمريرات اللي في نص الملعب اكتر من تمريره بيرجعوا هم على طول وبيقفلوا نص الملعب خط الظهر. لو اتلعب زي اول 10 دقائق كره مباشره سريعه على طول نجح النادي الاهلي، كان اخترق وكان احرز هدف فيه. ضربه حره غير مباشره بتلعب على طول محمد القدميري لابراهيم صابر، بيقابله هادي بيرجعها ورا لحسن، وحسن ماشي ماشي حسن ماشي حسن ماشي حسن، وبيلعبها لمايبين، ومايبين داخل ومايبين داخل، وتتخطف الكوره ياخدها ابو الذهب وتروح لابراهيم. ابراهيم يلعبها على طول لرضا، ورضا يلعبها لفيليكس، وفيليكس يلعبها على طول لاسامة عرابي، وحسن القوطي يلمها اسامة، وهشام يلعبها لهشام، هشام بيجري له حسام يلم الكورة وماشي وماشي يلعبها لفيليكس، عاوز يلعبها تخد، انما تروح الكورة للتيتي تيتا فاليري، وياخدها مرة تانية وتطول منه فاليري، ورجعها ورا محمد يوسف إلى أبو الذهب، أبو الذهب لهشام، وهشام يلعبها بدماغه لفيليكس حلوة قوي، ويمشي فيليكس وبيقابله قدميري وتطلع الكوره ضربه ركنيه. شوف حضراتكم لما الاهلي لعب كوره سريعه بيعدي، انما التمرير في نص الملعب بيديهم فرصه ان هم يرجعوا. اول ضربه ركنيه للنادي الاهلي في الشوط الثاني، وعلى ساعتنا حوالي 11 دقيقه من زمن الشوط الثاني، ولا زال التعادل قائم 2-2. ورضا عبد العال وضربه ركنيه، شايف ابو الذهب طالع ويطلع على طول سعيد بالبوكس، حسن وهادي ياخدها حسن روان، وماشي حسن روان ويلعبها عكسيه لتوفيق بلاغه، يلمها توفيق، وهشام حنفي واخد واجب ان هو يراقب توفيق وفي نفس الوقت يقوم بواجباته الهجوميه. توفيق يلعبها على طول لتيتا فالاري، تيتا فالاري ورا لحسن القوطي بالعرض لمحمد القدميري، لصابر، لجمال، لنزير، انما في رايه وصفاره، ضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي. ابو الدهب اماميه لحسام، وفي رايه ضربه حره غير مباشره لاولمبيك البيضاوي المغربي.
القوطي. ظهير ثالث اولمبيك البيضاوي هيلعب الضربه الحره الغير مباشره. اماميه وعاليه. توفيق بلاغه بدماغه ابو الذهب تروح لنزيل وهادي ياخدها هادي لابراهيم وداخل عليه حسن وياخدها. انما في صفاره فاول ضربه حره مباشره للنادي الاهلي تتعمل على طول لهادي وهادي لرضا ورضا تخطف وتخبط في جمال السلامي انما ياخدها النادي الاهلي مره ثانيه ابراهيم لرضا ورضا يلعبها لفيليكس وفيليكس يلعبها بينيه لهشام وبيتابع هشام انما في رايح وفي صفاره ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. هنشوف القرار ايه؟ هنشوفها مرة تانية اهو. توفيق بلاغة مع هشام. ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. بقول لحضراتكم مباراة اعصاب واللي هيمسك اعصابه هتبقى ليه اليد العليا. هنشوف الكرة مرة تانية اهو. نزير والصاعد الناشط جدا هشام وخد منها فاول واحسن من الضربة الركنية ورضا عبد العال متخصص ويلعبها في الزاويه العكسيه وتقع من ايد سعيد وينام عليها ويمسك. انما لا شك ان بعد 14 دقيقه اهو اللي اتلعبت النادي الاهلي هو اللي بيوصل لمرمى سعيد الدغاي وهو الاكثر ولكن عاوزها كوره اسرع شويه ويشوط سعيد على طول محمد يوسف بدماغه رضا عبد العال وماشي رضا ولعبها لحسام وحسام ماشي وعاوز يعمل تاخد مع رضا يلعبها لرضا ورضا ماشي وداخل جوه المنطقه ومعاه صابر رضا وصابر رضا وصابر تتخطف من رضا وياخدها محمد القدميري عامل ماتش كبير قوي رقم 16 الكابتن بتاعهم محمد القدميري ويلعبها محمد القدميري لحسن روان انما تروح الكوره لابو الذهب ابو الذهب على طول لابراهيم ابراهيم ماشي ماشي ابراهيم ويعدي من صابر وياخد فاول ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. فاولات كترت. تهيئة للنادي الاهلي ضاغط وضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. كور ثابتة كبيرة. ابو الذهب. فيليكس. يلعبها حلوة قوي. لشام وعرضية يطير عليها على طول سعيد بغاي. لو عدت كانت هتلاقي على طول حسام. التوتر واضح زي ما حضراتكم شايفين. والدعوات من القلوب بتوفيق النادي الاهلي النهاردة ان شاء الله. هادي خشبة ورمي التماس للأولمبيك البيضاوي في الصورة اهو وليد أحرز هدفين وهدف ده لغاية دلوقتي ثلاث أهداف أبو بكر دوار ثلاث أهداف وإنذار إنذار لتيتا فالاري يبقى في طرد واثنين إنذار تيتا فالاري رقم أربعة خد إنذار. أبو ستة حكم الدولي التونسي بيسجل هيطلع رضا عبد العال رضا عبد العال طلع وهينزل مكانه وليد صلاح الدين. التغيير الأول للنادي الأهلي بنزول وليد صلاح الدين رقم 10 بدلا من رضا عبد العال رقم 4. وليد صلاح الدين بعد تقريبا 15 دقيقة ونص من الشوط الثاني نزل مكان رضا عبد العال والنتيجة 2-2 اهو الدقيقة 16 جمال يلعبها لحسن روان يعكس على طول لنزير انما ابراهيم على طول معاه ابراهيم لأسامة محمد يوسف لأسامة يخش تيتا فالاري احد النجوم النهارده في المباراه زي هشام حنفي عامل ماتش كبير قوي هنا وهنا وناجح ان هو يفسد معظم المحاولات الهجوميه النادي الاهلي من الطرف الشمال حتى الان. ابو الذهب ادي خشبه هنشوف تعليمات مستر هارس بالنسبه لوليد ايه. حسام لهادي عكسيه من هادي خشبه
شباب تقطع كره خدها نزير نزير لمايبين لنزير تطلع كره بره الملعب اول رمي التماس للنادي الاهلي اللي بيحاول على مدى ال 16 دقيقه اللي اتلعبت محمد يوسف وسام عرابي محمد يوسف وسام عرابي بيجري له هشام حنفي يلعبها لهشام انما طويل عليه ضربه مرمى لاولمبيك البيضاء الوحده الاولى النهارده بتنقل اللقاء الثاني النهارده زي ما حضراتكم شايفين محمد القطميري هادي خشبه تيتا حسن لعيب كويس رقم 17 حسن يلعب على طول لحسن القوطي وكالعاده اماميه تمريره اماميه يقطعها ابو الذهب نزير وابراهيم ابراهيم على طول علي اماميه صابر بدماغه مشير وفي فاول على ماي بين لاعب من زامبيا محترف عندهم بيلعب في الاولمبيك البيضاوي هادي خشبه وليد صلاح الدين وليد صلاح الدين حسام لوليد وبيلعب كره سريعه لفيليكس انما ترد مره ثانيه لمحمد يوسف محمد يوسف اسامه عرابي يخش على طول تيتا فالاري يطلع كره بره الملعب اول تتلعب رمي التماس لفيليكس ياخدها صابر ويطلعها اماميه ابو الذهب وعاوز يجرب حظه عاوز يتلمع الكوره ضربه مرمى لاولمبيك البيضاوي ضربة المرمى محمد يوسف هادي خشبة هشام حنفي ابراهيم انما وقفوا له نزير في الشوط الثاني اهو زي ما حضراتكم شايفين تقطع الكورة وتوصل على طول لحسن حسروان حط عينين عليه حسروان ريحه توفيق بلاغة وبدا الشغل يبقى من ناحية الشمال عن طريق 17 و10 و2 اهو نزير وحسن روان وجمال وبيعكسوا الناحيه الثانيه على طول زي ما حضراتكم شايفين الى تيتا فالاري. حسن القوطي لجمال السلامي ماي بين لجمال السلامي عكسيه الناحيه الثانيه لحسن انما يقطعها هادي خشبه ويلعبها لابراهيم ابراهيم لوليد صلاح الدين بينصبوا مسار تسلل لهشام حنفي محمد يوسف تروح لتيتا فالاري يعكس الناحيه الثانيه لنزير اهو ابراهيم جايش لسه رجع وهذه خشبه هو اللي مقفل مكان ابراهيم نزير يلعبها على طول لبلاغه بلاغه ماشي بلاغه ماشي بلاغه ماشي بلاغه وابو الذهب ياخدها ابو الذهب برافو يلمها منه وماشي ابو الذهب فيليكس هادي خشبه وليد صلاح الدين محمد يوسف وسام عرابي لمحمد يوسف وممكن يلف وسطه على طول يلف وسطه حلوه قوي وفيليكس يفوتها لنفسه وماشي انما تتقطع الكوره وياخدها مشير حنفي يقطعها حسن القوطي ماي بين واسام عرابي يلمها ماي بين ويلعبها على طول لحسن ورايا وصفاره ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل نزير النهارده في الملعب ست كاميرات وحضراتكم يمكن في العاده بتشوف عدد الكاميرات بيفيد جدا للمشاهد والمخرج بيقدر يطلع الكوره من زوايا معينه والهجمات من زوايا معينه بنشكر الوحده الاولى
اسامه وليد صلاح الدين بيحب الزحمه وليد وبيخش ولعيب صاحب مهاره عاليه وماشي وليد انما تتقطع وخدها محمد القضميري حسن لحسن القوطي ياخدها اسامه يخش القوطي مره ثانيه و ضربه ركنيه ضربه ركنيه للنادي الاهلي اللي مش ساكت وبيهاجم وعلى ساعة انا حوالي 26 دقيقة وتتلعب الكورة ولا زال التعادل 2-2 قائم وهجمة مرتدة للأولمبيك نزير ولعيب سريع انما مشير مغطي يلمها مشير بيعتمد دلوقتي على المساحات الفاضية بخط ظهر النادي الأهلي والجبهة الشمال عن طريق نزير انما خط ظهر النادي الأهلي لغاية دلوقتي بقى حفظ لعبهم وبدأ يلعب بحذر وانقضاض وتتلعب الكورة لهادي خشبة وماشي هادي خشبة ويخش تيتا ورامي التماس للنادي أولمبيك البيضاوي حسب ما هو بيقول حكم مباراة تتلعب على طول ماشي وليد وعرضية ضعيفة فرصة كبيرة قوي تروح من النادي الاهلي يقطعها محمد قدميري مرة تانية هشام وعرضية يخش حسن القوطي وقربت والله اهو في الدقيقة 25 قربت يا جماعة 2-2 والجماهير حساسة والنادي الاهلي قرب قوي وبدأ الأولمبيك البيضاوي اليقظة ان هي تنزل بتاعته وبدأ يلعب بتحفظ وضربة ركنية للنادي الأهلي وهيلعبها هشام حنفي. هشام وعالية وحلوة تعدي وتخبط في نزيل وترجع مرة تانية ضربة ركنية ضغط من النادي الأهلي واستفسار من الأولمبيك البيضاوي و2-2 بتلعبوا سيارة لوليد صلاح الدين يعدي وليد ويخش مرة تانية وتطلع ضربة ركنية للمرة الثالثة ثلاث ضربات ركنية متلاحقة في الدقيقة 25 بيلعبها هشام حنفي عالية وحلوة انما مايبين يطلعها بدماغه هادي خشبة مشير عكسية لابراهيم وحسام يلعبها حسام تروح لنزير نزير لصابر لجمال السلامي لمايبين لجمال السلامي لمايبين مره تانيه وغيروا القوه الهجوميه بتاعتهم في الشوط الاول كانت في الناحيه اليمين في الشوط الثاني الناحيه الشمال رمي التماس للاهلي تتلعب على طول لمحمود ابو الدهب محمد يوسف هشام وليد يلعبها تروح لاسامه عرابي محمد يوسف وليد صلاح الدين يلم وماشي ورا لاسامه عرابي محمد يوسف تخبط في التيتا وتروح له مره ثانيه من بلاغه انما يخش محمد يوسف يلعبها لوليد بيحب اللعبه دي هو انما قضميري احد النجوم يقطعها وتروح لمحمد يوسف وعلى طول صابر برضه احد النجوم والنادي الاهلي ضاغط من الجبهتين اليمين والشمال وتتلعب الكوره لهشام اللي كان لسه هنا ناحيه اليمين راح من الشمال راح ناحيه اليمين وصابر معاه ويعدي وماشي وياخد فاول هشام حنفي احد النجوم النهارده هشام حنفي عامل مجهود كبير قوي و انذار للقدميري قدميري محمد القدميري كابتن الفرقه ورقم 16 الانذار الثالث وكان في طرد محمد بكاري في الشوط الاول يعني في طرد وثلاث انذارات لفريق البيضاوي المغربي وضغط من النادي الاهلي ودفاع منظم من اولمبيك وكرات عرضيه متلاحقه للنادي الاهلي ولسه ما ظبطوش نفسهم المهاجمين عشان يقتنصوا واحده منهم مباشرة تتلعب على طول على الزاوية البعيدة وحلوة من محمد يوسف
يمسكها على طول سعيد الضغاي، قربت قربت وبدا سعيد الضغاي نقول اسمه اكتر من الشوط الاول اهو محمد يوسف، يمسكها على طول سعيد ويشوط. محمد يوسف فيليكس جمال عاليه في اتجاه نزير وابراهيم، تسقط الكره لهادي خشبه ومستر هارس في الشوط الثاني ميل هادي خشبه ناحيه اليمين اهو عشان يساعد ابراهيم، وهشام حنفي برده راح ناحيه اليمين عشان خاطر دي الحته دي بداوا يشتغلوا فيها كويس اهو. تتلعب الكره لوليد صلاح الدين وماسكه صابر، وليد ماشي ويتزق وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. 28 دقيقه زي ما احنا شايفين، وشايفين مره ثانيه اهو العنف والقوه وزق علني اهو، ضربه حره مباشره تتلعب ويجي منها ضربه ركنيه. ضربه ركنيه للنادي الاهلي هيلعبها هشام. هشام حنفي عاليه وحلوه، تعدي كرة ويطلعها مايبين، وهذه خشبه يشوط ترد في الدفاع ويشوط مره ثانيه، انما في رايه وفي صفاره ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل حسام. مجهود هجومي كبير جدا من النادي الاهلي ودفاع منظم من الاولمبيك البيضاوي وضربات ثابته سواء ركنيه او ضربات حره من على الاجناب، ولا زال دفاع اولمبيك البيضاوي له اليد العليا في ان هو يطلع الكرات العرضيه. القدميري اماميه مايبين بدماغه وتروح لمحمود، هادي خشبه هشام حنفي ماشي هشام ولوليد صلاح الدين، وليد يلعب على طول لفيليكس وفيليكس ماشي ومعاه القدميري ورمي التماس لاولمبيك البيضاوي. تتلعب على طول لنزير ونزير اماميه لمايبين، مايبين ومشير، مايبين ومشير ياخدها مشير وماشي ويلعب كره اماميه، رمي التماس لاولمبيك البيضاوي. نص ساعه تقريبا من زمن الشوط الثاني ولا زال التعادل قائم بين الاهلي واولمبيك البيضاوي 2-2 زي ما احنا شايفين على الشاشه. على طول ابو الدهب اماميه يطلعها جمال بره الملعب اول. جمال السلامي رقم 2 ساقط قدام السنتر هافات قدامهم بيقابل اي حد جاي في سكته وفاول على هشام، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. شايف انا شطه بياخد تعليمات على طول بيدي تعليمات لاعبي النادي الاهلي، لان فرصه دلوقتي الضربات الثابته من على الاجناب تتلعب على طول لوليد، عاوز يعمل هاته خد واخدها فعلا، انما تعدي واخدها نزيل وتروح الكوره لحسن روان ويلعبها اماميه لتوفيق بلاغه، انما يمسكها على طول احمد شوبير. ابراهيم حسن هادي خشبه، فيليكس ابراهيم ورايه وصفاره، ضربه حره غير مباشره لاولمبيك البيضاوي في الشوط الثاني، غير من ادائه في الشوط الاول كان بيعتمد على الجبهه اليمين واختراقات بلاغه وعمل عمق دفاعي وانقضاض في الشوط ده في الشوط الاول، في الشوط الثاني عمل مسار تسلل وغير اتجاه هجومي بتاعه على الناحيه الشمال عن طريق حسن روان ونزير عشان يوقفوا تقدم ابراهيم حسن، انما مستر هارس ودى على طول هادي خشبه ناحيه اليمين عشان يصد هناك ومشير ودى برضه هناك هشام حنفي. تتلعب رميه التماس تطلع مره ثانيه صابر، ابراهيم صابر، نزير صابر تخبط وترد لفيليكس ماشي، فيليكس يلعب
بيلعبها لهشام انما مشتركه مع القضميري، والقضميري على طول بره الملعب اوت. التمرير السريع دلوقتي مفيد، لحظه فقدان الكره لان لسه ما كانوش لموا نفسهم، بيبقى في مساحات فاضيه كتير على الاجناب. ابراهيم، هادي، وليد، محمد يوسف، اسامة عرابي، وليد صلاح الدين، فرصته في الكورة، جمال، أمامية لتوفيق بلاغة وأبو الذهب، توفيق بلاغة وأبو الذهب، ياخدها أبو الذهب لمحمد يوسف. مباراة على فكرة ممتعة وصراع رهيب على الكرة، وبطل بيدافع عن لقبه الأولمبيك بيضاوي، وبطل عاوز يضيف لقب بالنسبة له جديد اللي هو البطولة العربية لأبطال الكؤوس النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون من نصيبه بإذن الله. حسن القوطي ورايا وصفارة، ضربة حرة غير مباشرة على مايكي. وليد هاتوا خد مع فيليكس، وعدى وليد انما الحكم بيقول ما فيهاش حاجه. ضربه مرمى لاولمبيك البيضاوي. بنشوفها مره ثانيه اهو، الدفع باليد واضح جدا اهو، وداخلين على الدقيقه 35 من الشوط الثاني، ولا زال التعادل 2-2 للاهلي واولمبيك البيضاوي. بننتهز الفرصة ونيابة عن الرياضيين بنبعث بتحية السيد الرئيس حسني مبارك للوفود العربية والفرق العربية في وطنها الثاني هنا مصر. أيضا بالنسبة للرياضيين والشعب المصري بنقول لهم أهلا بكم في الوطن، وطنكم الثاني. وليد تتخطف من وليد وتروح لتوفيق بلاغه، وماشي بلاغه ويلعبها بعينيه، انما طالع شوبير وعلى طول يلعبها تمريره اماميه حلوه لفيليكس، خدوا الخطوه متاخره عشان يطلعوه اوفسايد، انما لما فيليكس وفاضيه الناحيه الثانيه، هشام فاضي عاوز يعمل هتاخد وليد، انما على طول محمد القضميري يقطع حسن روان، يلعبها حسن ياخدها مشير حنفي، أسامة عرابي، هشام حنفي، عكسية تروح لمحمد يوسف بيجرب حظه، تخبط في تيتا فالاري وتتحول ضربة قطنية، هو وقع من قوة الضربة تيتا فالاري اهو. تصويت محمد يوسف جت في تيتا فالاري، وقع على الارض تيتا فالاري رقم 4 وقايم اهو، وضربه ركنيه للنادي الاهلي، وهيلعبها هشام حنفي اللي اتنقل من اليمين للشمال وعمل مجهود كبير قوي قوي النهارده. هشام حنفي وضربه ركنيه، وعلي على اول قايم، وحلوه حلوه انما يطلعها حسن القوطي لتوفيق بلاغه، انما ياخدها مشير ويديها لهادي، هادي لاسامه، محمود ابو الذهب، وماشي محمود عاوز يجرب حظه، ومساحات قدامه جامده جامده، تخبط في صابر وتفقد قوتها ويمسكها سعيد الدغاي. ماي بين وفاول على محمد يوسف، احرج لحظات المباراه اللي احنا بنلعب فيها دلوقتي، حوالي 37 دقيقة من الشوط الثاني، والتعادل قائم بين النادي الاهلي المصري واولمبيك البيضاوي المغربي 2-2. وزي ما بقول لحضراتكم، اذا انتهى الوقت الاصلي في التعادل سيلعب وقت اضافي نص ساعة، وسيطبق الهدف الذهبي او الهدف القاتل، بمعنى ان هيجيب اول هدف في الوقت في الوقت البدل الضائع هيني الحكم المباراه، اما اذا استمر التعادل في الوقت البدل في الوقت الاضافي
هتؤخذ ضربات الترجيح. قمة الإثارة هنا في استاد القاهرة بين فريقين كبار كل بيحاول النهاردة انه يطلع ما في جعبته. ابراهيم حسن هادي خشبة وليد لهادي وعاوز يجرب حظه وعاوز يعملها تخوض مرة تانية لفيلكس وماشي فيلكس ويشوف حائط بشري مكون تخبط الكرة في جمال السلامي وتروح لحسن القوطي انما مشير يقطع وتروح الكرة لفيلكس تطول منه وتروح لحسن روان. حسن روان ماشي وماشي بالعرض ماشي حسن ماشي حسن هات وخد مع توفيق بلاغة يلم الكورة انما ضغط عليه تتخطف ياخدها اسامة وفي مساحات فاضية دلوقتي اهو لحسام حسن وجنبه وليد وممكن مشير بيجري في الحتة هشام بيجري في الحتة الفاضية ده لهادي خشبة يلم هادي وماشي يسيبها لوليد يلعبها وليد تخبط يقطعها تيتا فالاري عامل ماتش كبير قوي 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 الروماني اللي معاه الكوره تيتا فالاري وعوض طرد محمد بكاري ولعب مكانه كان بيلعب خط الوسط لما عوض طرده تماما بيلعب باك وبيلعب هاف في نفس الوقت لما الكوره بتبقى معاهم. وادي توفيق بلاغه بيوسع نفسه عشان يشوط انما اتقفلت عليه الزاويه لحسن وتروح له مره ثانيه ويعدي توفيق بلاغه انما يحط رجله على طول ابراهيم وطلع كوره بره الملعب اوت فرصه كانت اهو هتشوفها مره ثانيه يلم لعيب كويس وبيحاول ان يشوط انما في التوقيت مظبوط جدا يحط ابراهيم حسن رجله وتطلع كوره ضربه ركنيه. مش بقول لكم مباراه بالنسبه للفرقتين كبيره جدا وبالنسبه للجماهير اللي موجوده قدام الشاشه وفي الملعب اهوت مباراه فيها كل فنون اللعبه تقريبا ومن اقوى المباريات اللي في الدوره حتى الان على اساس ان هم ناديين كبار الاولمبيك والنادي الاهلي. بتلعب ضربه ركنيه وعلى طول حسام اللي راجع يساعد ورا يطلع كوره بمبدا السلامه بره الملعب اهوت. مره تانية ضربه ركنيه للاولمبيك تتلعب للتيتا اهو شوف وصل لغايه فين وعرضيه وعاليه وطالع شبير ويمسكها على طول. تتلعب لوليد لاسامه عرابي لفيليكس طويله تروح لمحمد القدميري لصابر ابراهيم صابر اللي جاي ياخد مكان تيتا هنا اللي كان راح مكان ويلعب الضربه ركنيه تحركات واعيه كبيره جدا منهم. وسام عرابي لفيليكس يعدي من جمال ويلعبها لحسام انما حسن القوطي يشترك وتوصل لتيتا فاليري اللي معاه الكوره وتيتا يقطعها ابراهيم وتروح لمايبين لحسن لتيتا فالاري يعكس الملعب لتوفيق بلاغه يلعبها بدماغه محمد يوسف ابو الذهب للاولمبيك البيضاوي ومايبين وان شاء الله يقوم سليم. التلفزيون المصري الاستاذ صفوت شريف برضه مشكورا امر بالبث لكل الدول العربيه وسهل ماموريات والمعلقين العرب بجانبي في كل كابينه هنا ودوره ناجحه كبيره جدا من كل الوجوه اعلاميه وجماهيريه وفنيه وكل ما نتمناه ان يفوز النادي الاهلي بها ان شاء الله. طلع مايبين وهيلعبوا ناقصين اثنين محمد بكاري المطرود ومايبين المصاب ورمي التماس لاولمبيك وفاول اوت على اولمبيك البيضاوي. فعلا فريق قوي البيضاوي حامل لقب فعلا ثلاث مرات ومتصدر الدوري في المغرب بنسبه الاهداف عن البيضاوي 42 نقطه هو بيضاوي بره الملعب اوت ومعاهم نادي المكنسه. هشام وليد يخطف ويعدي انما حصار من اولمبيك البيضاوي وصراع من حسام وتطلع كره لنزير ونزير عبه اماميه لتوفيق بلاغه يخش على طول ابو الذهب وتطلع بره الملعب اوت رمي التماس لاولمبيك البيضاوي. مشير ابراهيم هادي خشبه
وليد صلاح الدين. ادي خشبة ماشي وطولت منه، وصابر يخش وصراع على الكرة تنتهي من وليد لهشام لابراهيم، ابراهيم يلعبها لهشام، يخش نزير ويطلع كرة بره الملعب اوت. رمي التماس للنادي الاهلي، مشير حنفي. هادي خشب وليد صلاح الدين يخلصها لنفسه ويلعبها اماميه، يطلعها على طول صابر. خط ظهر بتاعهم جامد جدا وبيغطوا مظبوط، وانتهى الوقت الاصلي زي ما حضراتكم شايفين، وللمباراه وللشوط الثاني والمباراه، وبنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع، والنادي الاهلي مهاجم ويطلع على طول سعيد الضغاي يمسك. بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع، وسعيد الضغاي ابو الدهب، ابراهيم حسن، هشام حنفي، يلم نزير وماشي ويلعب كره عرضيه حلوه، انما جمال السلامي يقطع وتروح لتوفيق بلاغه، مشير لاسامة عرابي، هات وخد، توصل لمحمد يوسف، عرضيه حلوه يطلعها على طول حسن القوطي، ترد مره ثانيه من محمد يوسف وتروح حصار من النادي الاهلي. ابراهيم حسن ومين اللي هيلعبها؟ ما بصش، فرصه عمر فيليكس لو باص كانت هتروح في المقص وكان انتهى الموضوع كله، انما الجايات اكتر من رايحات اهو، لو بص بس او سابها لحسام كان ممكن يبقى فيها كلام تاني خالص. معلش سعيد الضغاي خشبة بدماغه لهشام، ابراهيم لهادي، ماي بين يخطف انما وماسك رجله وقدام الحكم، مشير حنفي يتلعب على طول، هادي خشبة لهشام، يخش القدميري احد نجوم المباراة النهارده كابتن الفريق محمد القدميري، هنشوفها مرة تانية اهو، وفاول. اللعيبه على فكره بذلت مجهود كبير جدا جدا، سواء النادي الاهلي او اولمبيك البيضاوي، ونادي الاولمبيك البيضاوي بيلعب 10 لعيبه من الشوط الاول، انما مش باين او مش واضح. الشوط الاول هجموا من جبهه اليمين، الشوط الثاني هجموا جبهه شمال، انما الشوط الثاني زي ما حضراتكم شايفين معايا كان للنادي الاهلي كله، ولكن الحائط البشري اللي عامله نادي اولمبيك البيضاوي بقياده محمد القدميري حل الى حد كبير جدا ان هم لاعبي النادي الاهلي ان هم يخترقوه. حتى الان تتلعب الكوره لهادي خشبه، وهو 3 دقائق وقت بدل ضائع، وماشي اسامه لفيليكس، وماشي فيليكس، ماشي فيليكس، وعاوز يلعبها ارضيه انما يقطعها صابر وتروح لجمال السلامي، واخيرا يطلب الحكم الدولي ابو سعد وابو الذهب يلعبها لوليد، يلعبها بالعرض، وليد صلاح الدين انتقل مره ثانيه تبقى الكوره وحسام يحطها جوه جوه، وابو الذهب يلعبها لوليد، يلعبها بالعرض.